الراديو 90-90 هواها مصر. يلا بينا نبدأ على طول لأول فقراتنا وسوشيال ميديا النجوم الأولى. وصف تامر حسني على تويتر اللاعب أحمد حسن عميد لاعب العالم ونجم منتخب مصر الأسبق بأنه مطرب حقيقي. علق تامر على الديول اللي غناها مع العميد في ندوة في جامعة من الجامعات الخاصة، وقال المفاجأة أن أحمد حسن مطرب بجد وغنالي بعيش وبعيش أغنية صعبة، واستعد بقى يا أحمد للدويتو اللي جاي بإذن الله. حاجة جميلة. أحمد السقا بقى طلب من كل اللي بيتابعوه على تويتر الدعاء لوالده وقراءة الفاتحة لي، وكتب السقا النهاردة يوم ميلاد أبويا الذي أراد الله أن يكون يوم ميلادي، ما تقولوليش كل سنة وانت طيب، لكن أسألكم الدعاء والفاتحة لصلاح السقا، اللهم تقبل، أمين يا رب العالمين. على تويتر برضو نزل محمد رمضان فيديو من حلقة مهاجم الأهلي المغربي وليد أزارو مع منى شاذلي، واللي اتكلم فيها عن متابعته لأفلام رمضان خصوصا فيلم قلب الأسد، وده اللي خلى محمد رمضان يعلق على كلام أزارو ويقول كنت بحترمه جدا بس دلوقتي بحترمه أكتر. رانيا يوسف بقى نزلت على إنستجرام صورة ليها مع محمد إمام في الجيم، وكتبت رانيا على الصورة صباح الخير من الجيم مع محمد عادل إمام. بعد كده بقى نروح لمصطفى قمر اللي احتفل بعيد ميلاد والده المهندس احمد قمر، ونزل صوره ليهم على انستغرام وعلق عليها وقال الصوره دي في عيد ميلاد بابا العظيم الطيب ربنا يخليه لنا، رحنا له انا واياد وربنا يحفظه ويديله طول العمر، كل سنه وانت طيب يا بابا، مع ان عيد ميلادك ما جاش السنه، مفيش السنه دي 29 فبراير. صعب قوي اللي بيتولدوا في 29 فبراير دول، يعني حرام كل اربع سنين بيحتفلوا عيد ميلادهم. حاجه بس لطيفه ان برده الواحد يحس ان عمره صغير مش كبير، يعني عادي، يعني الحلاوه حلاوه الروح. على انستغرام كمان نزلت ياسمين عبد العزيز صوره نادره ليها مع صديقتها، وكتبت فتعليقها على صوره اصدقاء للابد منذ الصغر في سن المراهقه. دنيا سمير غانم بقى نزلت صوره جديده ليها من الامارات وتحديدا من مسجد الشيخ زايد في ابو ظبي، وعلقت وقالت من امام مسجد زايد في ابو ظبي. كمان احتفل يوسف الشريف على انستغرام بعيد ميلاد الكاتبة ومصممة الأزياء إنجي علاء، واللي وصفها بأنها شريكة حياته وأهم إنسانة في الدنيا. أما بقى أصالة فنزلت صورة لمجدي يعقوب، دكتور مجدي يعقوب طبعا، على إنستغرام وعلقت وقالت هو من الناس الأهم، شخصه والحياة توأمان لا ينفصلان، ادعوا له بالصحة التي دفع عمره من أجلها ليتمتع بحياة طيبة. مجدي يعقوب ربنا يشفيه ويعافيه رب، لأن هو طبعا تعبان وكان في العناية المركزة، هو ستيل لغاية دلوقتي في العناية المركزة، فربنا يشفيه ويعافيه رب، ادعوا له يعني بأن هو يقوم بالسلامة بإذن الله. ده بالنسبة لأخبار سوشيال ميديا النجوم الأولى، لسه في أخبار تانية كتير هقول لكم عليها وفقرات مختلفة ومتنوعة كالمعتاد. نروح مع بعض لبقية سوشيال ميديا الفنانين. ماي سليم نزلت صورة جديدة ليها مع زعيم عادل إمام وكتبت عليها الراجل اللي بحبه. أصالة نزلت على صفحتها صورة لتوأمها علي وآدم بلبس الكاوبوي في الحفلة التنكرية اللي أقامتها مدرستهم. صبا مبارك كتبت على تويتر لو قاعد في مكان مش عاجبك امشي، انت مش شجرة ثابتة في مكانها. مايا عز الدين بقى نزلت صورة على انستغرام وهي لابسة نظارة وكتبت عليها أول صورة مع أول نظارة طبية في حياتي. أما دنيا سمير غانم فنزلت صورة ليها من كواليس حفلتها في أبو ظبي مع المنتج هشام جمال.